مرحبا برج الميزان، أهلك أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر إلى نهايته. أول شيء راح نبتدي القراءة بالجانب اللي يخص الأموال، البزنس والأعمال، ومن ثم ننتقل إلى القراءة العاطفية بأسلوب المرايا. القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري، والقراءة العاطفية ممكن جدا تكون عكسية. خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان للأسبوعين القادمين. The High Priestess. اوكي، عندك حليف غير متوقع. اوكي، عندك حليف غير متوقع في الفتره القادمه، لان مع هذا الحليف نشوف هنا كارت سبعه السيوف، في شخص ثاني كان يحاول ان يؤذي سمعتك، انه يعمل ضدك. هنا في شخص خلف الكواليس يعمل ضدك، ولكن لسبب ما هنا كانما موجب زائد سالب يكنسلون بعض. في شخص ثاني طلع على او راح يطلع عندك يبين، لان هذا كرت برج الحوت القمر، انه في الخفاء، في الخفاء انت ما تعرف يمكن، او مو متاكد شنو صاير مع هذا الشخص. في شخص هنا قاعد يجتهد في الخفاء عشان يقيك من مصيبه او اتهام بالباطل من شخص ثاني. ترى هذا حليفك، وهذا ايضا يريد ان يرشحك لمنصب معين، لان في اشوف كذا مرشحين عددهم بالفردي 5 7 11، فهذا الشخص يريد ان الاختيار يقع عليك انت لسبب ما هو حليفك. كرت الشمس، كرتين ايضا سقطوا. كرت الشمس، احس هني اللحظة اللي يا برج الميزان تكون فيها فصالة المغادرين، مو بعيدة هذه اللحظة عنك. احتمال راح تسافر على نهاية السنة، لان شهر ديسمبر. اوكي، هني في نوع من البعثة، مو شرط بعثة دراسية، ان انت يختارونك من بين كل هذين المرشحين من اجل ان تمثل مكان ما، او ممكن اذا كان انت المجال اللي موجود فيه هو تجارة، فكأنما هني اشوف اشخاص يدخلون الى مكانك، الى محلك، الى بزنسك الخاص. اوكي، ويطلبون منك انه يكون في تسليط ضوء عليك انت بالذات، هم يريدون ان يسلطون الضوء على المجال كله، ولكن انت اللي راح يقع عليك الاختيار كممثل، ممثل مثلا لصائغي المجوهرات في كذا محل مجوهرات، انت اللي يختارون محل صياغتك. اوكي، محل مثلا بيع منتوج معين، بيع اقمشة، انت اللي راح يكون هذه المقابلة الاعلامية. هني في نوع من الاعلام، سواء كان عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الطرق التقليدية مثل التلفزيون، هذا الاعلام راح يضعك على خارطة التجار اللي في نظر الناس يجب علينا التعامل معهم، التجار المعتمدين، الوكلاء المعتمدين. اوكي، اصحاب الاعمال المعتمدين اللي نستطيع ان نثق فيهم ونتعامل معهم مهما كان نوع بزنسك. ممكن يكون شيء يخص تطوير الذات، البيرسونال تريننج، اللايف كوتشنج، شغلات حتى روحانيه. فهني وجودك في نظر الببليك او في نظر الناس، ان انت تطلع وتتكلم عن حقيقة هذا العمل، صعوبات هذا العمل، الاشكاليات اللي تخص هذا العمل، الحقيقة، الشمس هي الحقيقة، الحقيقة ما راح تؤذيك او تؤذي مجالك وعملك، بالعكس راح تنور عليك، وراح الناس بالعكس لما يتعاطفون معاكم اكثر او يعرفون الحقيقة يفهمون الصعوبات اللي في مجالك، راح يكون في تعاون من الناس بشكل عام اسرع، طلب على منتوجاتك اكثر بين يوم وليله. هذا النوع من الطاقه محتاج في الفتره القادمه ان انت تتعاون مع الاعلام. وهي ايضا طاحوا كرتين، ملكه الاكواب، عشره الاكواب. هذا هني من بعد الإعلام، من بعد نجاح أول محل، أول مشروع، أول فكرة، راح تنهال عليك العروض،
ولكن لما أشوف هني ملكة وجنبها 10 أكواب، صح في عروض كثيرة، ولكن ليس كل ما يلمع ذهبا. مو كل كوب فيه شيء أنت تستحقه، أو فيه شيء ليش كل ما يلمع ذهبا، مو كل شيء راح يكون يحتوي على فائدة لك أنت. البراند، أشوف هني أيضا طاقة البراندينج، العلامة التجارية. أنت على وشك أن تحول بزنسك أو تجارتك أو حتى مجال عملك إلى علامة تجارية، حتى لو كنت مجرد موظف في الشركة أو في مؤسسة، اسمك راح يصير علامة تجارية، راح تصير معروف في هذا المجال، معتمد. أوكي، إن أكثر من شركة غير عن المكان الأساسي اللي أنت تعمل فيه يطلبون معاك إن أنت على الأقل تقدم لهم استشارات. ولو كان في تجارة، فهني طلبات إن أشخاص ثانيين يفتحون أفرع الفرانشايز، يفتحون أفرع باسمك. أوكي، مثلا لو كان في شخص هني في الإسكندرية، أنت محلك في القاهرة، يأتونك أشخاص من الإسكندرية من مناطق مختلفة، محافظات أيضا مختلفة، مكان أماكن بعيدة، أتوا إلى زيارة، تعاملوا مع تجارتك أعجبهم وأرادوا أن يأخذون تجارتك نفسها إلى منطقتهم الأم. هذه فكرة جيدة اللي قاعد أشوفها في التارو، ولكن مطلوب منك الحذر، أن تدقق ماذا داخل الكوب. كوب كأنما هني لا تتسرع في أن تنشر علامتك التجارية أو تتعاقد مثلا مع جميع اللي يطلبونك. اختار بعناية، مو الجميع، نختار الصح، مو بالكم بالكيف، لأن مو الكل أحس هني راح يستوفون الشروط ويستوفون معايير الخدمة أو الجودة اللي أنت بالعادة تقدمها، اللي معروف عنك في اسمك. برج الميزان، أنت على وشك أن تخلق من اسمك علامة تجارية، من تجارتك، من محلك علامة تجارية، هذه طاقتك في العمل. راح أسحب لك كرت أخير للنصيحة من تبع الأوراكل هنا. الحيوانات، you understand animals and communicate with them intuitively, trust your inner guidance as the animals are part of your life's work. الجميع في الفترة القادمة إما راح يكون معاك، إما راح يحمل أخبار عنك إلى مناطق ثانية وأشخاص ثانيين، الإعلام اللي تكلمنا عنه، أو راح يكون زبون يستخدمون مهاراتك، تجارتك، أوكي، أو راح يكونون أشخاص يطلبون أن يدخلون في شراكات عمل معك، مثل ما قلت لك يأخذون العلامة التجارية مالتك ويفتحون أفرع للمحلات، أفرع للخدمات هذه، وإن كانت فكرة بسيطة، وإن كانت فكرة عصرية، ولكن يريدونها أن تنتشر. الأنيمالز، كرت الحيوانات يتكلم لأن اللي في الصورة ليس كلب أو حيوانات منزلية، domestic animals، مو قطة، مو كلب، عندنا الشيتا، ولو إنه ممكن يروض، ولكن يجب الحذر منه، يجب التدقيق، يجب أن نكون حذرين من أي علامات عنف، أي علامات افتراس يظهرها. أوكي، القرب، محتاج أن تكون قريب من الآخرين، الآخرين راح يكونون، خصوصا الإعلام، السوشيال ميديا، السمعة، العلاقات العامة، تواصل مع الناس، تتكلم مع جميع الناس، انشر حكمتك، لأن هي راح تكون طريقك. ولكن مع قربك مع الناس لا تعطي كل الناس الثقة الكاملة، هذا اللي ولا تنتشر بسرعة. ركز في الكيف، ان كل محل، كل تجارة، كل استشارة لازم أقدمها لازم تعكس الجودة، المعايير اللي أنا أتبعها. خلي الشيء يكون شخصي، personal. لما نشوف الحيوانات، الحيوان دائما يعكس إبداعات المالك نفسه، يعكس في نوع من العكس. فهني أنت تكون حذر أنه في الفترة القادمة فعلا تنعكس طاقاتك وإبداعاتك،
في أعمالك. راح نشوف الحين القراءة العاطفية بأسلوب المرايا، اختاروا الجانب اللي تحسون ينطبق معاكم أكثر، بس أنا بالعادة راح أبتدي ببرج الميزان نفسه. برج الميزان الأسبوعين القادمين، ثلاث كارتات وهذا ما نحتاجه. أوكي. قبل ما أفتح الكارتات أحس في شيء يخص طاقة التملك، طاقة اللي حتى لو أنت مو سعيد معاي ما أبيك تكون سعيد مع غيري. ما أدري، يمكن يكون شريكك، يمكن يكون شخص سابق في حياة شريكك. الهيرمت، أوكي، في أسرار لحد الآن من جانب شريكك، من جانب ماضي شريكك، عشان أكون دقيقة أكثر، لحد الآن هو يدفع الثمن غاليا عشان يخبيها عنك، مو خبثا ولكن خوفا على مشاعرك. دائما أحس هني، ما أدري ليش برج الميزان يفكرون الناس إنه ما راح يقدر يتعامل مع الحقيقة المرة، يجملون الحقيقة من أجله، يخافون يجرحون مشاعره. هو قادر، بالعكس هو من أكثر الأبراج المرنة اللي سهل أن تتشكل وتتغير مع الظروف. فهني في دفعة ثمن، دفعة ثمن ولكن قاعدة تصير ورا ظهرك. أوكي، كأنما هذا الشخص قاعد أشوف الهيرمت زاهد، كأنما شخص مثلا يقوم بنوع من الجريمة، يقتل أحد وبعدين يأخذ الجثة في منتصف الليل لما يكون الناس جميعهم نيام، ويدفن أو يخفي آثار جريمته. ما أحس إن شيء يخص الخيانة بالضبط، ولكن شيء بخصوص أخطاء قام بها شريكك في حياته السابقة ولا يريد أن أنت تعرف عنها، شيء يخص الماضي. عشرة الأغصان، في دائما نوع من الابتزاز، ترى هو قاعد يتعامل مع نوع من الابتزاز، سواء كان ابتزاز عاطفي. الابتزاز العاطفي هو التخويف وترهيبة، الابتزاز النفسي تقريبا نفس الشيء، الابتزاز المالي عطني وإلا راح أسوي. هذا الابتزاز لما أشوف طاقة النار، ابتزاز يخص الأشياء اللي تخص إدمانات شريكك، خصوصا من ناحية الاهتمام والجنس. هذا لين الجانبين أهم اللي قاعد يلعب عليهم الطرف، الشخص سابق. أوكي، شخص هني خفي عليك أنت لأنه زاهد، خفي عليك أنت في منتصف الليل، ولكن هو موجود لحد الآن يسوي نوع من الشوشرة، تعكير الجو في حياة شريكك. خلنا نشوف أربعة الخماسيات. تعرف اللي أوقات، راح أقول لك شغلة، برج الميزان شريكك كان في وقت من الأوقات يريد أن يصارحك بحقيقة علاقته بشخص معين، ولكن حس إن أنت ما راح تقدر تستوعب، ما راح تقدر، راح تتغير نظرتك له، ما راح تعامله بنفس مستوى الاحترام. أوكي، ما راح تكون حتى متشجع أن تظل معاه في علاقة. يمكن هو دخل في علاقة محرمة مع شخص جدا غلط، مع شخص متزوج، مع شخص المفروض ما يكون معاه في علاقة، سوى بعض التصرفات في الخفاء اللي هو غير فخور فيها. أحسها في الماضي، يعني مو وقت اللي أنتوا كنتوا مع بعض في علاقة جادة، قبل، ولكن العبء مال هذه التصرفات، هذه الأفعال راح يضطر يحملها شريكك إلى حياتكم القادمة. لحد الآن قاعد يحمله، لحد الآن قاعد يحاول يدفن شيء، الشيء يريد يطلع، عرفتوا؟ هذا السبب. شوفوا، إذا أنتوا هنا عندكم نوع من الشك، نرجع لبرج الميزان مع شريكة فقط، برج الميزان إذا عندك نوع من الشك، لماذا هذا الشخص شريكي يبدي اهتمام بعدين يختفي، يكون حار بعدين يكون بارد، يسأل وبعدين مرة واحدة يذهب ما أدري وين. أوكي، يتكلم عن المستقبل وبعدين مرة واحدة يبتدي يتهرب. إذا شفتوا تصرفات فيها تضاد كبير، أوكي، هني اعرفوا إنه بسبب كابوس من الماضي لحد الآن يلاحق حياته. ممكن يخص شيء ترى بخصوص الديون،
ممكن يكون شخص، مو شرط يكون شخص، ممكن يكون شيء بخصوص الديون. في أحد نصب عليه في فترة سابقة ماديا، خسر الكثير من الأموال، ولكن ما يحب يظهر أمامك بمظهر الغبي ويقول لك هذا الكلام. ولكن رح يكون أنت عندك تساؤلات لما تشوف تصرفاته، أنه هو جدا حريص على الأموال، أو تحسه ما يملك الكثير من الأموال. وظيفته كبيرة، وظيفته تمام، ولكن طريقة صرفه تقول حكاية مختلفة. شوفوا، نرجع لطاقة التضاد. خلنا نشوف الطرف الثاني. فلك فترة برج الميزان تحاول أن تحصل على جواب لهذا التساؤل، إن ليش شريكي، ليش هذا الشخص اللي ما حط إعجابي، ما حط اهتمامي، يتصرف بطريقة لا يمكن التنبؤ فيها. خلنا نشوف أول كرت، Page of Pentacles. شوف، أحد أسباب أحد أسباب تعب شريكك، إنه هو على الأقل يحاول. هذا البيج الخماسي الصغير، يمكن أنت بالنسبة لك صغير، إنه صار لكم فترة مع بعض، صار لكم فترة في علاقة أو في محيط عمل، في محيط أصدقاء، ولكن مبادراته دائما تكون صغيرة. في مبادرات ولكن جدا تحسها تافهة، لا ترقى لمستوى توقعاتك. أوكي، قاعد تقارن نفسك، قاعد تقارن شريكك يمكن بأشخاص ثانيين. إن الأشخاص الثانيين لما كانوا معجبين فيك عرضوا عليك أشياء أفضل، أبدوا اهتمامهم بطريقة أفضل. إنزين، ولكن على قد مستوى، على قد استطاعته الحالية، هو يقول لشريكك أنا قاعد أحاول، لأن حاليا ما أقدر أقدم خماسي كبير، كل اللي أملك الخماسي الصغير، خماسي الموعد. أوكي، خماسي الاتصال. بعضكم يا برج الميزان شريككم عنده مشكلة في النظام القضائي أو النظام القانوني. أوكي، يمكن كان مسجون سابقا، أو في تهديد إنه ينسجن. هذا الشخص يستطيع، في شخص هني يهدده بالسجن، إنه مثلا وقع على تشيكات، وقع على هاي النوع من الأمور، فيستطيع إنه يبتزه. ولكن تجاهك أنت أحس عنده رغبة قوية فيك، حتى لو كانت أفعاله ما تبين هذا الشيء. أربعة السيوف، دائم التفكير فيك، حتى لو كان بعيد عنك، حتى لو كان ما في تواصل بينك وبينه، التفكير لا ينقطع. برج الميزان هني كأن هذا تقول للطاقة إن لما هو يأتي في بالك فجأة، اعرف إنه هو لأنه قاعد يفكر فيك بسبب تفكيره الدائم الاستغراق، وشايل أيضا هموم كثيرة. حذر الزايد عنده حذر جدا كبير، بسبب أنه يفكر إذا تقرب، على قولتهم إذا تقرب منك أكثر، وجوده في حياتك رح يضايقك، رح يسبب لك نوع من الأذى، لأنه وراها أشخاص يلاحقونه من أجل سدادات مالية، مستحقات مالية، من أجل شيء يخص نظام القضاء والشرطة، يمكن حتى مظاهرات، ما أدري. أوكي، خارج عن القانون، مشاكل سياسية عنده ماضي يهرب منه، لكن هذا الماضي يظل يلاحقه وين ما راح، ينتقل حتى في بالأعمال، ينتقل بالوظائف، لكن يظل هذا الماضي يلاحقه. أوكي، ولكن يفكر فيك، بس ما يمكن يعبر كثيرا. الساحر، هذا تكملة وأحد آخر الأسباب اللي تقول لي ليش. إذا أنت عندك سؤال يا برج الميزان، ليش هذا الشخص ما قاعد يتصل فيك عشان يأخذ أخبارك؟ اتصالاته قليلة، مسجاته قليلة، تواصله قليل، ولكن لسبب ما يعرف جميع أخبارك. قريب منك جدا، يمكن لأنه من ساعة شفت السيف الصغير هني، يمكن لأنه هو عنده طريقة
يدخل فيها على حساباتك الشخصية في السوشيال ميديا في الانستغرام، عنده حساب آخر، حساب أنت لا تعرف عنه، عن طريق هو أوجد لنفسه طريقة ذكية ولكن سواها بطيب نية، أن يظل قريب منك حتى لو كان بعيد، حتى لو كان مسجون، حتى لو كان مهاجر، حتى لو كان عنده مشاكل هني، قاعد يحرص أن يكون موجود معك. لحد الآن في وقت عيد ميلادك يتذكر، يقعد بروحه ويتذكر أن هذا اليوم هو يوم ميلادك. أوكي، عندك شخص هني جدا وفي على الرغم من الظروف، ظروفه جدا صعبة. الساحر كتب جدلو هذا الكرت، يقول لي احتمال أيضا أنه هو أمر شخص أنه يتقرب منك، صديقة صديق يتقربون منك من أجل أنه يحرصون على نقل أخبارك إليه دائما، وهذا أحد أسباب أيضا قلة تواصله معك. شنو راح يكون المستقبل بينكم؟ أحس أنه راح يأخذ وقت عشان يطلع من هذه الطاقة، طاقة الملاحقات من الماضي، وبس يطلع منها إن شاء الله راح يكون في تغيير إيجابي من الخماسي الصغير إلى تشوفون أفعال أفضل، مبادرات أفضل، جدية أكثر من تجاهها. بقول لك شغلة، أخوة هني قاعد يقول لي طاقة رحم الله امرئ على فقد نفسه، هو ما يقدر يحمل في يده حاليا تجاهك إلا الخماسي الصغير، ما يقدر على قولتهم يوعد ويخلف، ما يسمح لنفسه يسوي هذا الشيء تجاهك، ولكن أحس طاقته هني الساحر على وشك إنه يلاقي ثغرة، إنه يلاقي طريقة، أحد حتى يساعده، معين على الماضي.